اخبار بقى يا شيخ. انا عندي سؤال انه يعني شخص انه يعني سوى العادة السرية في رمضان، نعم وعلى اذان الفجر قذف، يعني نعم الاخ وانا نعم عندي نعم هنا متواجد، نعم فيقول نعم لي هو نعم مو قادر يسألك. نعم فانه عموما عموما مو قادر. اذا كان طبعا العادة السرية ينبغي الانسان ان يبتعد عنها ويحذر، يعني لما ذكره عدد من اهل العلم من انها محرمة، وكذلك لما فيها من مضار على جسد الانسان ونفسه وكذا. لكن اذا كان انتهى منها مع الاذان فصومه صحيح ان شاء الله.